كلنا بيبقى نفسنا انه نشوف بيتنا بشكل مختلف ومميز عشان نستقبل السنه الجديده بشكل مختلف ونحس بالاعياد وبالكريسماس في البيت. النهارده هنقدم لحضراتكم افكار كتير مميزه عشان كل واحد فينا يقدر يعمل ديكور بيته بنفسه في ليله راس السنه. هنقدم لكم كمان افكار عن ترتيب السفره وتزيين الشجره والاضاءه وازاي ممكن نعمل ده من ادوات ممكن في البيت بسيطه من ورود من فاكهه حتى اشكال ديكور جديده ليله راس السنه. كل ده هنعرفه من المهندس وديع مقار مصمم الديكور. استاذ وديع صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك؟ طيبين؟ حضرتك طيب؟ طبعا كريسماس وعيد والناس كلها حابه انه تشوف البيت بشكل جديد، وخصوصا الناس، في ناس كتير قوي كمان بتحب شكل الكريسماس والاعياد يبقى مسيطر على البيت بشكل. ايه الالوان اللي حياتك بتحسها كده الوان كريسماس لايك والوان بشكل كريسماس شكل السنه الجديده؟ هو بدايه كل سنه وانتم طيبين، الساده المشاهدين كلهم بصحه وسلامه، سنه سعيدة على الجميع إن شاء الله. هو الكريسماس له سبيريت معين من وإحنا صغيرين بنحس بيه. الكريسماس فيه له ألوان معينة كلنا بنحس بيها مع بداية السنة، في الأحمر، في الأبيض، في الأخضر، في الجولد. كل لون من دول له السبب بتاعه، له الإحساس بتاعه. من زمان الأخضر ده من عند قدماء المصريين، التفاؤل والخير. والأحمر ده استعملوه زمان في القرون الوسطى في أوروبا في لبس الملكي الرويال كولرز، كانت معظمها أحمر. الأبيض ده بيرمز للنقاء والسلام. فكل ده بيأهلنا لأن احنا يبقى عندنا سنة جديدة بألوان مختلفة عن اللي احنا بنشوفها كل يوم. ودي هي الألوان اللي احنا نحب ان احنا نضيفها في بيتنا في الوقت ده في السنه اللي هو في الكريسماس وفي راس السنه. الوان مبهجه، الوان مفرحه. وكمان برضو حاجه من الحاجات اللي بنحب نشوفها دايما او بتبقى يعني ستيبل عند بيوت كتيره جدا شجره الكريسماس. بس شجره الكريسماس كتير بنزينها بشكل تقليدي، او في اللي بيحط الشجره بس، في اللي بيحط ممكن لون. ايه اللي ممكن اعمله في الشجره كزينه تبقى حاجه تخلي البيت فيه شويه بهجه وروح للعيد؟ مينلي برضو هي نفس الالوان. الشجره ممكن تبقى شجره طبيعيه، ممكن تبقى شجره صناعي زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي. نحب دايما نميزها بالالوان بتاعه الكريسماس اللي هو اللون الذهبي، برضو اللون الاحمر، اللون الابيض. دلوقتي في موضه في اللون الازرق، بس يعني هو مينلي الوان الكريسماس هي الذهبي. كمان ده بيبقى الدهبي حاجه على الشجره تبقى ديفنتلي، لان الذهبي كمان بيرمز للنار والقوه. فيعني ان احنا نبتدي السنه بلون قوي، دي مهمه قوي في ومن الافكار برضو للتزيين. في ناس كتيره بتعمل افكار مختلفه جدا، في ناس حتى بشوف ناس بتزود قطن عليها عشان تحط زي تلج، نور، حبال اللي بتنور، بشوف كور. دي حقيقه، هي اضافات للشجره بتخليها مبهجه ومفرحه. اللي انا عايز اقوله النهارده احنا خلاص اخر يوم، مفيش وقت نروح نشتري حاجات، مفيش وقت حتى الشجر ابتدى يقل. اللي انا بفكر فيه النهارده ازاي كل واحد في الليله دي يضيف حاجه جديده لبيته من الحاجات اللي موجوده. كل واحد في بيته مفرش احمر، ممكن لو احنا حطينا مفرش احمر على الترابيزه مع شويه كاندلز بلون احمر هتعمل فرق جامد جدا. لو انا عندي كونسول مثلا في مدخل البيت، قدرت احط عليه شريط احمر، احط عليه كوره حمراء، حاجات كلها موجوده، احط كاس ابيض جواه شمعه حمراء. كل ده هيعمل تغيير في لون البيت. كل ده هيحسسنا ان في فرق في وكمان يعني حتى من دخلة البيت ساعات بنشوف على الابواب الاكاليل، ازاي برضو الاكاليل دي بشوفها بس مش عارفه تتباع فين او اقدر اعملها في البيت. اكاليل بتكون خضرة على الباب شكلها حلو قوي لما بتبقى داخل على الباب لبيت حد وتلاقي الاكاليل الخضرة دي على دي حقيقه. في طرق كتيره بعد شويه نقدر نبص عليها ازاي نعمل ده، نصنعه بطبق فويل، ايفن ان احنا نجيب طبق فويل ونلزق عليه الاكاليل سواء كور سواء ورد. هنقدر نشوف الحاجات دي بعد شويه اللي هي ونعلقها على المدخل، جاست شويه ورد على طبق فويل بنفرغه، نحط عليه شويه الكور بتاعتنا او شويه الورد ندخلها في الكور. كل ده بنقدر نعمل افكار جديده
في ال... بتدي كمان انه انا لما بتدخل خصوصا في ان احنا في موسم عزومات، يعني من النهارده لحد يوم 7 عزومات، يعني اول 10 ايام من يناير عزومات كتيره جدا في البيوت وزيارات عشان السنه الجديده وعشان الاعياد. فبيبقى حلو قوي ان الواحد يدخل في البيت يحس من اول على الباب، من اول اكليل على الباب او حتى الكونسول اللي بره على اللي بيبقى في اول البيت. ايه كمان ممكن من الحاجات مثلا، هل الورد مثلا لو زودته في البيت الوان معينه اقدر ازودها تزود برضو اكتر من الاحساس الورد العادي؟ شويه كمان الفاكهه اللي عندنا في البيت، يعني انا ممكن اجيب الفراوله اقطعها احط عليها كريم شانتيه، احطها في طبق فراوله مع مع احنا برضو الورد. شايفين صور هنا، دي دي صوره برضو شايفين فيها اللون الاحمر بالظبط، بارز. دي طريقه بسيطه خالص، نقدر بشويه مفارش بشويه كاندلز حمراء بشويه اطباق حمراء نقدر نغير بيها السبيريت بتاع البيت بالكامل، كريسمس سبيريت ابيض واحمر. كفاية العزومات الكتيرة اللي بتكون موجودة، فده برضو لشكل السفرة هيبقى دي حقيقة، ده بالظبط الشكل اللي احنا بندر دي. مثلا لو انا عندي بلوزة حمراء ممكن احطها في مخدة، كل ده حاجات موجودة في البيت اقدر اعملها النهاردة بكل بساطة، ما تكلفنيش حاجة، اعلقها بخيط بتاع سنارة. السفرة نفسها اقدر احط عليها شوية كاندلز بورد احمر، دي بتغير تماما برضو من السبيريت بتاع اليوم. كاس احمر جواه شمعة بيضاء مع اللون الاخضر، مهم قوي مع بداية السنة لان هو بيبعث دايما على التفاؤل والخير. مع اللون الاحمر طبعا، الاخضر مع الاحمر ده حاجة. وكمان في برضو شموع بتتباع، كاندلز بتتباع دلوقتي في محلات بيبقى ريحتها ليها علاقة بالكريسماس وليها علاقة بالسنة الجديدة، في محلات كتيرة جدا موجودة دلوقتي طالعة. ده حقيقة، ده ده برضو حقيقة، للأوض ممكن ندخل بالذات الأطفال اللون الأحمر عندهم مؤثر جدا. يعني إحنا في ليلة زي النهاردة لو قدرنا إن إحنا نضيف اللون الأحمر لأوضة كل طفل مننا بنحسسه إن اليوم ده مختلف. إحنا غيرنا النهاردة البيت للون جديد، عملنا فيه لون جديد، أوضتك بقت مختلفة، الشجرة بتاعتك مختلفة فيها لون جديد. أعتقد إن ده وبيوت كتيرة فيها الملايات الحمراء والحاجات الفرش موجودة الأحمر بالظبط، موجودة في كل كل ده البيوت. افيلابل زي ما قلت من شوية. ممكن في مدخل البيت على الكونسول مع المراية نحط فرع أخضر مع وردة، هتغير لمنظر المدخل بالكامل، هنحس إن المدخل ده مختلف. فرق كاندلز بحاجة بسيطة، وده برضو بالظبط، دي الأكاليل اللي كنا بنتكلم عليها من شوية زي ما حضرتك شايفة كده، احنا نقدر نعملها بالورد، نقدر نعملها ده بالكور فيه بالفويل ال بالظبط. بعد شوية هنشوف صورة كده ازاي نصنع ده مع بعض. الأكاليل على السلالم رائعة، نقدر يعني نركبها نحس ان العيد كمان بادئ او الاحتفال بادئ من اول السلم، يعني مش بس من داخلين البيت، لا كمان نحس انه داخلين من اول السلم. دي حقيقة، دي حقيقة. السلم من العناصر المهمة جدا اللي لازم تكون في البيت باينة as a focus point. فاللون الأحمر على السلم لأن درج السلم غالبا بيبقى فاتح، فطبعا بيدي لون مختلف على المدخل بتاع البيت وعلى سلم البيت. حتى الورد برضو في الأركان، حتى ورد أحمر ده موجود في أي حتة وممكن يتجاب من أي مكان. مفيش أنواع معينة يمكن، يعني في طبعا بنت، يعني في زهرة معروفة بتاعت الكريسماس اسمها بنت الأنصر، الوردة ديت بتظهر بس في الكريسماس، والحقيقة هي بتقعد شهر أو شهرين اللي هي فترة يناير وبتموت. زي ما حضرتك شايفة كده برضو، لو احنا حطينا شجرة مع مفرش أحمر بتغير الشكل، بتدينا الكريسماس سبيريت فوق لو انا عندي نجفه مثلا اقدر اعلق عليها شويه ورد احط عليها شرايط حمراء، هتغير برضو الديكور بتاع البيت وتديني احساس الكريسماس. وبرضو ال دي فكره برضو لذيذه، انا اسف ان قطعتك بس دي فكره لذيذه جدا، اللي هو احنا شويه خشب صغيرين يتعلقوا على الحيطه مع شويه اناره، بنقدر نعمل منه الشجره بتاعت الكريسماس بشكل مختلف. زي ما كنا بنقول الافكار الجديده بقت مطلوبه النهارده، ان هتبقى احنا حلوة بالليل قوي لو قاعدين قاعدة عيلة مثلا وفي غدا أو عشاء والعيلة قاعدة والإضاءة هادية شوية، دي هتعمل برضو نور هيبقى حلو قوي في البيت. دي حقيقه، دي حقيقه.
ده برضو شوية غطيان أزايز لو أنا قدرت ألزقهم مع بعضهم بشوية لازقة عادي، لزق عادي أي حاجات حتى قديمة في البيت و... بالظبط، بتعمل فرق جامد وبتعمل شكل مختلف تمام. شكل السفرة مع الكاندلز مع التابلوهات، كل ده بنقدر نغير بيه شكل البيت في ليلة زي النهاردة. لو يعني دي حاجات بسيطة جدا للعزومات، للكراسي شريط بس وشوية مفارش فيه، غير شكل السفرة كلها من غير تمام، إمكانيات يعني. مش محتاجين ننزل نشتري حاجة، كل الحاجات دي في البيت. كل الحاجات دي، يعني الشرايط الحمراء أكيد كتير عندنا، وده برضو معمول من إيه القماش؟ ده بالورق، لو انا طبقت ورقة كده على كذا لاير وقطعتها بالمقص وفردتها تعمل المنظر ده، ممكن اعلق صور. الصور بتاعت الميموريز بتاعتنا كلها في ليلة زي النهاردة، نحطها بالطريقة دي، هتعمل برضو شوية فرق كويس في المكان. والشجر كمان كتير قوي عندنا في بيوت، كتيرة جدا عندنا نباتات صغيرة جدا تبقى في البلكونة، ممكن ادخلها جوه بقى اليوم ده، يعني النباتات اللي هي بتبقى موجودة عندنا في البلكونة او على السلم، او كتير مننا بيحب يحط الحاجات الخضرة في البيت، لو احنا برضو دخلنا الحاجات دي تبقى حلوة في البيت في يوم زي ده، النباتات أكيد الصغيرة. أكيد أكيد، أي حاجة فيها حياة في اليوم ده هتفرق معانا جدا. الشجر ده فيه حياة، الزرع بيحسسنا دايما إن في نمو، فده بيحسسنا طبعا إحساس النمو والحياة ده بينقلنا من سنة لسنة، ده طبعا بيفرق. وكان برضو في الفانك شوي كانوا بيقولوا دايما انه العنصر الخضار في البيت ده حاجة مهمة جدا دي يعني، حقيقة دي فعشان كده حقيقة، يمكن موسم الاعياد مرتبطة بالاخضر دايما عندنا. ده من زمان، من ايام القدماء المصريين هم كانوا بيستعملوا الجريد النخل في الاحتفالات بتاعتهم. ايفن حتى في اوروبا كانوا في اي احتفال بيستعملوا فيه الشجر ويستعملوا فيه الورد. اللون الاخضر مهم جدا لانه بيرمز للحياه وبيرمز للنمو، فده من الحاجات يعني لو المهمه. عندنا مثلا ست بتتفرج علينا دلوقتي وعايزه خلاص تعمل في اخر يوم وفي عزومات وكده، عايزه تجدد شويه لمسات في بيتها، مثلا لو هتنزل تشتري حاجه مثلا تركز على ورد، مثلا تركز على هتنزل مثلا دلوقتي تشتري بعض الحاجات، مثلا ممكن تنزل تشتري ايه زي الورد مثلا او ايه أكيد حاجات من بسيطه ممكن الحاجات هي المهمة تجيبها. جدا الورد النهاردة في البيت، ده من الحاجات المهمة. أنا لو جبت النهاردة شوية رمان وحطيتهم مع شوية حاجة خضراء جميلة، الرمان الأحمر مع الأخضر هيعمل، حطيته بس على وسناك كمان احنا دلوقتي بما ان احنا في عزومات طبعا، فبيبقى عايزين، فبتلاقي الطبق الحلو، كانت حتى زميلتنا سحر بتتكلم من لبنان انه على العزايم انه بناكل كتير جدا، فممكن برضو كأوبشن صحي يعني انه يبقى فيه اللون يعني الاحمر، فراولة، رمان، اي حاجه فيها سناكس هتبقى كويسه. فتبقى حاجة برضو شكلها حلو وفي نفس الوقت احنا مش الناس بنزعل حد، بتحبها يعني. او ممكن مثلا الشرايط الحمراء ممكن لو مش موجودة في البيت تنزل تشتري حاجات بسيطة تقدر ان هي تعمل تاتش صغيرة يعني في البيت، الست البيت اللي بتتفرج علينا وعايزة تعمل تجديد في البيت يعني. كمان حياتك قلت لي على فكرة البولوفر اللي بتلبسه للمخدة. ده يعني لو انا عندي اي كوشن اي مخده وجبت بلوفر بلوزه ورحت ملبسها لها حطيتها، ما عنديش كوشن حمراء بس ممكن احطها على المخده، هتفرق. دي برضو فكره لذيذه جدا، دي عندي علب شويه تقريبا. علب حمراء احط فيها كاندلز وعلقها، فكره بسيطه، ممكن حته خشبه اعملها سلم اعلق عليها. كل دي افكار من الحاجات اللي موجوده عندنا في البيت، حتى لو ما نزلناش النهارده نشتري حاجه اكيد عندنا الكلام ده. والخيوط دي طبعا. فكرة برضو ممكن نعملها، عبارة عن زي كون مرتقص يعني، بنخيط عليه شوية، نحط عليه شوية خيوط، ندهنها شوية غيرة، بعد كده بنسحب الكون ده من الخيط، نحط جواه شوية نور، هيعمل عندنا المنظر ده. الخيط بيبقى ماسك على شكل الغيرة طبعا، ف بالظبط بالظبط، وده نقدر نعمله بكل الخيط الالوان اللي عندنا، يعني اي لون عندي نقدر نعمل بيه، ممكن الاخضر الاحمر الابيض، نعمل ثلاثة اربعة نحطهم جنب بعض. دي برضو فكرة تانية نقدر نعملها من الخشبة اللي هي بتاع اللي بتنجبها من الاجزخانة ديت اللي بنعملها بتاعت الأدوية اللي بت بالظبط، نقدر نلزقها في بعضها كده ونلونها نعلقها على الحيطة. ممكن الأطفال كمان بقى يشاركوا، يعني لو أم بتتفرج علينا ابنها ممكن أو بنتها تشارك معاه في الحاجات دي دي حقيقة، برضه. دي فكرة الإكليل اللي كنت بقول لك عليها، إن أنا
على الصوره على الشمال كده الاقي ده طبق فويل، كل اللي انا محتاجه الطبق ده، محتاج معايا مسدس شمع زي اللي احنا شايفينه. هنقطع الطبق ده من النص ونحط شويه الكور دي، احطها احمر كتير عندنا كور زي دي في البيت مرميه، او حتى حاجات ممكن هلم بتوع الشجر القديم اللي احنا وقع مننا بتاع زمان، والزقه على الطبق ده واعلق الطبق ده، مره اعملها بالذهبي مره اعملها بالابيض. حتى كمان حتى كنت بتقول من شويه غطيان الازايز او الفل بتاع الازايز، ممكن دي حقيقه. حاجات كتيره في البيت، اكواب، او ممكن كمان شفت حاجات زي اكواب بلاستيك. احنا ممكن هنشوف فيديو دلوقتي عن برضو حاجه متعلقه بالاكواب البلاستيك، انه ممكن تزين ده، يمكن الفيديو احنا محتاجين في حدود دباسة. دباسة واللاد بتاع الشمع، باللاد اللي بنستعمله في الكريسماس اكواب. هنجيب انا محتاج 50 كوباية عشان اعمل النجفة اللي هعملها، اخرمها بالطريقة دي. ده موضوع سهل، احنا كلنا نقدر نعملها، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق مش في محتاجين البيت. كمان شنيور، يعني ممكن تتعمل ممكن من غير شنيور شنيور يعني. بس أسرع يعني. احنا الاول حاجة هناخد 12 كوباية هنجمعهم جنب بعضهم بالطريقة دي بالدباسة. دي طريقة سهلة جدا وبتدي افكت رائع ممكن العيلة تقعد تعمل الحاجات دي مع بالظبط بعض، تبقى حاجة بالظبط حلوة قوي لما العيلة برضو بتشترك في ده. دي حقيقة. كل اللي انا بعمله دلوقتي هجمع 12 كوباية بالمنظر ده. هو الحقيقة من الاول انا محتاج 50 كوباية بالطريقة دي. بعد ال 12 دول هقوم مركب فوقيهم 9 تانيين. فبرضو المشبك ده عشان نعرف عشان مكانها هيبقى فين. بالظبط عشان اثبت لغايه ما ادبس الكوبايه في الكوبايه لغايه بس ما اعرف عشان تطلع شكلها دي ممكن نيكي الاطفال يعني يعملوا كده مع مامتهم، مش هتبقى في حاجات مؤذيه يعني، كلها خالص حاجات نهائي نهائي. بتبقى حلوه قوي لما بنحس ان احنا بنعمل مع مامتنا حاجات، الاطفال بيبقوا حابين قوي الحاجات دي برضو. يعني بتبقى نشاط كده في البيت، وبيبقوا حاسين بالمسؤوليه ان هم كبار يعني. وفي الاخر بتطلع حاجه ممكن نسيبها، ممكن نسيبها في اوضتهم طول السنه باي ذا واي، ان احنا نقدر نسيب اللي هنعمله ده في الاوضه بتاعت الاولاد. خلصنا دي كده التسعة اللي بنعمل تحت. اخر 4 دول بنركبهم بالطريقه دي. برضو اتدبسوا بنلبسهم مع المجموعه بعض كلها كده، انا عملت نص وكلهم النجفه مخرومين من جوه. بالظبط، انا جمعت كده نص النجفه. هعمل واحده تانية بالظبط زي دي، يعني هاخد اللي انا عملته ده اكرره كده، انا عندي النص. شكلها اصلا من دلوقتي يعني في بالظبط فكرة. بالظبط. عندي 50 لداية هاخدهم هركبهم. والسلك ده بيتباع في كل مكان، ده واكيد في بيوت كمان كتير كلنا عندنا. دلوقتي بقى عندنا من الشجرة القديمة حتى ده، يعني فعشان كده حاجات خرمنا من تحت عشان نحط اللد في الكوباية. بالظبط. فهي شكلها حتى يعني الشكل نفسه مبين ان في حاجة هتبقى شكلها حلو هتطلع من كفاينل ريزلت يعني. طيب بعد ما هي حطت البنت كل الاسلاك او الليدز في الكوبايات من تحت. بالظبط. هناخد النجفه دي، ناخد الاثنين، احنا بنجمع الاثنين بنفس الطريقه احنا عملنا واحدة تانية برضو. بالظبط، ونركبها على بعض، ندبسهم برضو علشان نضمن ان هم مقفولين كويس. بدبسهم مع بعض وهنورها، علقها في اي حته، اعمل منها بقى بالالوان احمر واخضر واصفر، واعمل منها حاجه لون ابيض بس، احطهم على ارتفاعات مختلفه في المدخل. هيدوني نتيجة سريعة جدا وبسيطة، مش مش مخالص. ودي موجودة في كوبايات البيت يعني. وده السلك. ولو احنا عملناها بكوبايات اوبيك يعني ما بت... ما مش مش شفافة، مش شفافة، فهشوف البيضة. هشوفها كمان بطريقة زي ما حضرتك شايفة كده، اللمبة في كل كوباية. وممكن طبعا اكبرها او اصغرها على حسب انا عايزة ايه يعني، بالظبط بزود بالظبط عدد الكوبايات. بالظبط. برضه الست وهي دي بتشتغل شكلها بعد ما دي تتنور شكلها حلو جدا، جدا. بتحسها يعني غالية انه انا اشتريت منتج او حاجة يعني وهي مش لو اتعلقت على ارتفاعات فمش هيتبان خالص ان هي فيها مشكلة. لو ده الابيض ممكن اعملها باكتر من لون. دي حقيقة.
ممكن ابيض ممكن يعني احمر. الست اللي بتتفرج علينا دلوقتي هي ممكن الحاجات دي عندها في البيت وافكار تانية وهي بتشتغل، لانه كتير واحنا بنشتغل بتطلع مننا افكار كتير، بنمسك حاجات قديمة بتطلع مننا افكار زي الكانز بتاعت البيبسي او المشروبات الغازية، الكانز دي بتطلع مننا برضو افكار. فبالتالي الست مش محتاجة، او يعني الورد كمان اكتر حاجة لازم نهتم بيها النهاردة او في ده الفترة اللي مهم جاية. جدا، وطبعا اهم حاجة ان احنا نبتدي كلنا بألوان تناسب المناسبة، ده حاجة مهمة ان احنا نبتدي السنة باللون الجديد اللي احنا بنحس بيه اللي هو اللون الاحمر واللون الاخضر زي ما قلنا. افكار سهلة بسيطة نقدر نعتمد عليها في البيت من غير ما تكلفنا.